السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي، هنعمل اللازانيا. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. المقادير هتكون حسب عدد أفراد الأسرة. نبدأ على بركة الله. طاسة على النار وحط فيها قطعة من الزبدة ومعلقة من الزيت، وهشوح فيهم اللحمة المفرومة. أنا استخدمت 1 كيلو من اللحمة المفرومة. هنحاول نفلفل اللحمة بحيث ما يبقاش فيها أي تكتلات نهائي. بعد ما تتشوح هضيف بصلتين كبار مفرومين. هقلب اللحم والبصل وسيبهم يتشوحوا مع بعض كويس جدا. التوابل اللي استخدمتها شوية من الحبهان المطحون، بابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبره وملح. هقلب كله مع بعضه. لحد ما يتشوحوا كويس، وبعد كده هضيف عصير الطماطم. هنضيف كمان حوالي 2 معلقة من الصلصة، وهقلب كله مع بعضه لحد ما يتجانسوا مع بعض. بعد كده هضيف 1/2 كوباية مية واسيبهم لحد ما يتسبكوا براحتهم. كده خلاص خلصت، اتسبكت معانا وده القوام المطلوب. هنسيبها ونروح نعمل البشاميل. طاسة على النار حط فيها قطعة من الزبدة ومعلقتين من الزيت، وهنزل ب4 معالق دقيق اشوحهم عشان نعمل البشاميل. اول ما يتشوحوا وياخدوا لون ذهبي خفيف هضيف اللبن. انا ضفت 1 لتر من اللبن. هحط ملح وفلفل واقلب واسيب البشاميل لحد ما نحصل على القوام المناسب. القوام بتاع البشاميل مش هيكون تقيل، شايفين بالمنظر ده، ده القوام المطلوب. كده عندي الصلصة خلصت باللحمة المفرومة، وعندي البشاميل جاهز، وادي الصينية اللي هنشتغل فيها، ودي الجبنة المبشورة. كل المكونات كده اصبحت جاهزة. نبتدي نحضر الصينية بتاعتنا اللي هتدخل الفرن. هضيف شوية من الصلصة اللي احنا عملناها وعليها شوية من البشاميل. بعد كده هرص الواح اللازانيا. انا مش هسلقها، هحطها نية. هحط طبقة من اللحمة المفرومة وعليها شوية من البشاميل. وبعدين نرجع نرص الطبق التاني. كمية اللازانيا دي كانت 500 جرام. طبق لازانيا وطبقة لحمة مفرومة بالصلصة وعليها بشاميل. اللي عايز يحط جبنة في النص يحط، واللي ما بيحبش يكتفي بفوق او ما يحطش جبنة خالص برضو براحتكم. هنفضل نكمل بنفس الطريقة. طريقة سهلة جدا وبسيطة وما بتاخدش اي وقت نهائي. كده احنا خلصنا، ودي اخر طبقة اللي هي اللحمة المفرومة. بعد كده هنضيف البشاميل. بعد البشاميل هحط الطبقة الاخيرة عبارة عن جبنة مبشورة. انا ولعت الفرن وسايباه يسخن على درجة حرارة 190.
وهدخل الصينية الفرن، هغطيها بورقة زبدة وبعدين بورقة ألمونيا. ودي شكلها بعد ما استوت. هبتدي اضيف شوية من الجبنة تاني واكشف الوش عشان ياخد اللون الذهبي. برجعها الفرن تاني واسيبها 5 دقايق تحت الشواية لحد ما تاخد اللون الذهبي. ده شكلها بعد ما خدت اللون الذهبي واستوت وبقت تمام معانا. بعد ما خرجت من الفرن رشيت عليها شوية من الكزبرة الخضراء او البقدونس، ده اختياري، وقطعتها وهي سخنة عشان تتاكل والجبنة سايحة، طعمها بصراحة تحفة، وصفة تستحق التجربة فعلا. أتمنى تجربوها وأتمنى وصفتنا تعجبكم. ودي كانت شكل وصفتنا النهاردة. شايفين الطبقات بتاعت اللازانيا؟ ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. السلام عليكم.